والأهلي هنالك في الرياض في استاد الأول بارك في واحدة تعلى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وتعود بالأهلويين للذكرى. إدوارد ميندي، بسام الحريجي، ديميرال، روجر إيبانيز، سعد ملعب من سيلتا فيجو، كرة مستمرة إلى سميحان للجانب الأيسر، كرة عرضية المحا موجودة تتخلص لها الكرة من سعد بالعبيد من فريق تعاون، كرة مستمرة موجودة الآن للأمام، المحاولة موجودة ولكن تغطية موسم الاتفاق الذي يعتبر من أقوى الأندية السعودية مع الأسماء والنجوم التي حضرت إلى جانب الاتفاق. الكرة إلى والموهبة الكبيرة للنادي الأهلي تتكلم كذلك أيضا عن شبر كرة لا موجود، تتخلص الكرة من سميحان النابي الجميلة، المحاولة ممتازة إلى سميحان وتغطية كانت حاضرة إلى وجود صافرة وخطأ وإنذار بطاقة صفراء في وجه اللاعب ناصر الهليل في الكرات الماضية. يتقدمون للأمام، الكرة من سميحان يلعب كرة أمامية، محاولة خطيرة بالرطاعة أن يحصل على لقب كأس الملك في عام 1957. يصلح المجحد يتقدم يبحث الآن عن تمريرة طولية ممتازة ولكن هذه أطول من اللاعب. ممتازة كذلك من سميحان النابت للناحية اليسرى، سعد بالعبيد يلعب كرة بعيدة التي بزغت في فريق لكن شو الكرة موجودة. جول العازف فراس البريكان يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي. السلام مستغلا الخطأ الدفاعي العيناوي والكرة في الجول، الكرة إلى الرئيس، لمسة وتمريرة إلى فيكا، فيكا أمامية جميلة ولكن وسط الميدان منه للمجحد، المجحد أمامية تمريرة طولية ولكن أمامية بحثا عن بالعبيد من الجانب الأيسر، كرة عرضية تصل تمريرة تفتك الآن أهلاوية تعود إلى فيكا، فيكا جميلة الكرة في الجول، جول 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 في كأس الملك. فكر في الأهلي أولا، فكر في الأهلي أولا، قلعة الكوس تفتح الأبواب مبكرا، تفتح الأبواب مبكرا. نعم يا فراس تعود الآن من جديد، لمسة أهلاوية من الناحية اليمنى، الكرة من جابري فيكا عرضية تغطية بشكل ممتاز للناحية اليسار، بالعبيد عدى، بالعبيد عدى راح، بالع شوف كيف تقدم وانسلب من أمام ناصر الهليل وإلى فيرمينو، جميلة حلوة حلوة الكرة، حلوة الكرة، حلوة الكرة، جول، حلوة الكرة، جول، 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 الله الله الله. قصة لم تنتهي بعد، لم تنتهي بعد، زعيم البطولة يبدأ رحلة اللقب المفضل اسمح تابعا لينهي تلك المباراة في بطولة الدوري لكن الأمور اليوم مختلفة. فراس الله يا كابري يحاول فيك التقدم من وسط لاعبين يبحث لها ممتازة الآن موجودة لسميحان بالكعب، يا سلام يا بوبي كرة أمام الجول فيرمينو بعد ذلك الإفراج كيسيا، شوف المحاولة من كيسيا، كيسيا كيسيا تمريرة أمامية بحثا عن فراس، يحاول بريكان والجودة أمامية بحثا عن فراس البريكان، المحاولة تعود ولكن الكرة ملعب المباراة للسادة المشاهدين وكذلك للحاضرين إضافة إلى سطام تومبكتي وإيلتون سواريز. ناصر جدعاني، فران كيسيا من الجانب الأيسر يحاول كيسيا، الرئيس يتقدم عرضية بالرأس والكرة إلى خارجي أرضية الميدان، بوبي فيرمينو كاد أن يسجل الهدف الأرضية، المحاولة موجودة لفراس خاطئ من فراس، تصويبة قوية التصويبة التي جاءت من سطام لولبية سوى تمريرة لمصلحة العين، الكرة تعود إلى عثمان ملوم عرضية تصل الميدان، محاولة ترجع إلى المجحد جميلة حلوة الكرة والتمريرة بحثا عن كذلك من المدربين الخبراء في عالم التدريب و
والذي يعتبر ممتازة إلى بسام الحريجي من الناحية اليمين على الجناح عرضية تصل بالراس تعود لي بسام من جديد تذهب إلى كيسيه على اليسار لبال عبيد عرضية موجودة ولا لا حتى كذلك في الشوط الأول الكرة مستمرة الآن موجودة تغطية حار كذلك أيضا وصل إلى المرحلة النهائية لبطولة الدوري في ذلك ياد سليمين في رأس البريكان ممكن يمر يبحث عن التقدم يعدي في رأس البريكان علي الأسمري يتقدم بكرة أمامية ممتازة ولكن الكرة إلى سعد شوف التمريرات والضغط الموجود والمحاولة فيرمينيو جميلة خطيرة جدا يمشي كرة للأمام المحاولة خطيرة عينوية ممتازة المحاولة في رأس البريكان لعب كرة إلى بوبي يتقدم اللي كانت لبوبي فيرمينو لمسة يد كانت موجود الذي سيكون من ديميرال وإيبانيز علي الأسمري قوية الله يا علي حلوة يا أسمري تسجل أن تشاهد بدون أي تشجيع ستنعكس على المباراة الكرة إنهاء سيطرة الراقي عندما فاز بها عام 1974 وكذلك بطولة السوبر سنوات إن شاء الله القدس الماضية كرة إلى بوبي فيرمينو في وسط الميدان للأسمري أسمري تمريرة طولية ولكن ما كان الأهلي يستحوذ كان الأهلي يحاول أن يصل إلى شباك حلوة كرة فيكا من جديد تعود الكرة إلى بوبي يتقدم يمشي يعني سيء جدا بالنسبة لفريق العين محاولة تذهب هني ينقل الكرة إلى اليسار ينقل الكرة في وسط الملعب فيرمينو يكسب خطأ مع هوفنهايم و التمريرة تصل إلى مجرشي يتقدم مجرشي ومحاولة خطيرة والمحاولة التي جاءت من مجرشي إيبانيز وديميرال كرة مستمرة تعود له وتصل العقلة ركنية من نصيب نادي العين محاولة بالراس والهدف الأول للعين الكرة في المرمى جميلة المحاولة من إيلتون سواريز يضع الكرة في شباك إدوارد مندي الفرصة الأخيرة لفريق العين محاولة موجودة عرضية ترسل بالراس والكرة في الجول في المرمى إيلتون سواريز يرفض أن تنتهي المباراة